في بعض البلاد بيشتروا القبر بمبالغ، هاي صار في داعي، هاي صار في داعي، بتكون مبالغ مرات. وعجيب هذا الكلام انه حتى الموت يصير الواحد بده يدفع القبر، هذا تضييع للبشر. القدس ما هي، ما احنا عارفين بلدية القدس مين هي، اما لو عارفين في بلدية عربية كان ممكن يصير تعامل بطريقة مختلفة. ما يجوز الناس تسمح في اي في يوم، هذه القضية على فكرة ما يسمح فيها للبلديات في يوم من الايام انها تصير تتعامل بهذه الطريقة، ما يسمح لها، شو ما كلف الامر حتى في الموت. اما والله في البلاد عادي اذا كانوا في بلد اجنبي وكذا الاخري، هل يجوز وضع المناكير على الاظافر قبل الوضوء؟ ما هي المناكير اليوم، المناكير اليوم هذه 10 اصابع، كل اصبع سنتيمتر مربع. ها مش سنتيمتر مربع معناته كم سنتي، مش راح نغسلهم 20 سنتي، مش راح تغسل في الوضوء. وبما انه اليوم المناكير عازل بيعزل الماء، لا يجوز اطلاقا يكون في عازل للماء واحنا متعمدين كمان وضعه عند الوضوء او الاغتسال من الجنابة او الحيض او النفاس. طيب هذا واحد. اثنين، اما والله اذا اخترعوا في يوم من الايام مناكير لون، بس لون كيف الحنة مثلا، كيف الحنة، هذا خلاص ما فيش اشكال. لكن احنا نتكلم عن المناكير اللي واقعها إلها سمك، وايش بتعمل؟ طبقه